الطقس، رياح الخمسين، والجو اللي مليان زعابيب، والرياح المثيرة للرمال والأتربة، ودرجات الحرارة المرتفعة جدا غدا. يا أخي حاجة غريبة خالص، مش معقول، امبارح لحد المغرب الدنيا برد، برد بالمعنى الحقيقي، يعني ما ينفعش تبقى لابس صيفي، لازم تلبس ولو جاكيت خفيف كده يقيق هذه البرودة، وعلشان ما تصابش بنزلة انفلونزا ولا حاجة. وبعد المغرب تبدأ درجات الحرارة تزيد شيئا فشيئا، رويدا رويدا، ماشي كده؟ طيب الطقس والأرصاد قالوا لنا بكرة يا جماعة هيبقى فيه رياح مثيرة للأتربة، ودرجات الحرارة هتزيد جدا، واحتمال تنزل لبعض الأمطار. أنا سعيد بالأمطار، بس مش سعيد طبعا بالرياح المثيرة للأتربة، لأن أنا عندي حساسية مزمنة يعني بتحصل لي في الفصل ده. طيب معانا على تليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا فندم. بخير يا فندم، أهلا بحضرتك. مساء النور. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ أهلا بحضرتك يا فندم. موسم الخمسين يبدأ من بكرة على أشده؟ يعني تعتبر موجة من موجات فصل الربيع اللي تكون صحراوي، بيسبب ارتفاع درجات حراره وصوت رياح مثيره بالفعل للرمال والاتربه. ارتفاع درجات الحراره بالفعل هيكون اكثر من النهارده، حوالي من 8 ل 9 درجات مئويه. دي كده توصل ل 40 يعني ولا ايه؟ توصل من 39 الى 40 درجه على الوجه البحري وقبضه القاهره الكبرى، وتتجاوز طبعا ال 40 درجه على جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد. طيب بالاضافه الى كده، نشاط الرياح مع تقدم ساعات النهار، نظرا لان الرياح جنوبيه غربيه قادمه من الصحراء الغربيه واساسا قادمه من شرق ليبيا، فبتكون محمله طبعا بكميات من الاتربه نتيجه مرورها على الصحراء، بتسبب طبعا انخفاض مستوى الرؤيه الافقيه على الطرق، خصوصا الطرق المكشوفه المؤديه لمحافظات زي مثلا الوادي الجديد في البدايه، الصحراء الغربيه، الفرافره، الواحات، ثم تتقدم الى محافظات شمال الصعيد، ومنها طبعا الى القاهره الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشماليه. الموجه دي تقعد كام يوم يا فندم؟ هو يوم واحد بس حضرتك، بكره باذن الله. دي من سمات فصل الربيع، بتكون تقلبات جويه سريعه زي ما احنا ما بنقول، هيبقى يوم واحد ثم نبدا تحسن على طول من يوم الاثنين في الرؤيه، هتبدا الاجواء تكون مش متربه يوم الاثنين، ولكن ودرجات الحراره هتتحسن تدريجيا، هتنخفض شويه حوالي 4-5 درجات. يعني تعتبر ذروة هذه الموجة الحارة أو شديدة الحرارة هي بكرة الحد إن شاء الله. طيب سؤال بقى كده يا دكتور، إحنا طبعا ننصح الناس بإيه؟ نفضل مصيفين ولا نشتي؟ يعني نعمل إيه بالظبط؟ هو حضرتك الفترة بتاعت الشهر الأولاني في فصل الربيع عادة من الصعب إن إحنا نثبت نوعية ملابس. عشان كده إحنا بنقول بقدر الإمكان مع متابعة النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة، ايام طبعا ارتفاع درجات الحراره اللي تصل الى 39 و40 درجه، اكيد ما نقدرش نقول للناس ما تخففش ملابسها، لكن بالحرص الشديد، لان فترات الليل بيكون فارق كبير بين العظمى والصغرى، احيانا بيتجاوز من 10 ل 15 درجه مئويه. فلازم نكون حذرين جدا اثناء تواجدنا خارج المنزل في فترات الليل. نوعيه الملابس بتختلف شويه، يعني لو فوق، لو الصبح في تيشيرت بنص كم، يبقى بالليل حاجه بكم برضه خفيفه مش ثقيله. متابعة النشرة، لأن زي ما بنقول بسرعة بنلاقي الأجواء بتتغير والكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا مصادرها بتختلف، فبنلاقي انخفاضات شديدة في درجات الحرارة زي ما شفنا مثلا الأسبوع الماضي، درجات الحرارة معظم الناس كانت بتقول عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى. فلا، مهم جدا متابعة النشرة الجوية. أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية والحساسية بقدر الامكان ما نتعرضش لهذه الاتربه بكره باذن الله. طب يعني بطبيعه الحال الناس نازله بكره رايحه اشغالها، مش الكل بيقدر انه هو يبقى في عنده سيارته الخاصه، فالناس بتركب المواصلات العامه وبالتالي بتتنقل لبعض المسافات ترجلا لو صح الكلام. يفضل ان هم يبقوا لابسين الكمامات؟ مهم جدا طبعا ارتداء الكمامات في الفتره دي، لو مش عشان كورونا يبقى عشان نشاط الرياح المتربه طبعا. حلو جدا. طب كده بكره الرياح والاتربه، هل يوم الاثنين والثلاث دول اللي ممكن يبقى فيهم امطار خفيفه؟ فرص الامطار الخفيفه بكره على اقصى غرب البلاد، يعني منطقه سيوة والسلوم ومطروح، المناطق دي بتتغير الكتله الهوائيه فيها فترات الليل مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا في هذه المناطق، بيساعد على تكون فرص امطار خفيفه. طبعا تكون امطار خفيفه جدا وغير مؤثره، يعني مش هنقول امطار زي اللي كنا بنشوفها في فصل الشتاء، ولكنها امطار بتوضح تغير الكتل الهوائيه. اوكي.
اشكرك جدا 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 يا دكتور محمود، كل الشكر دكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذار المبكر بهيئه الارصاد الجويه. احنا كده خدنا النصيحه، عمليا لازم يكون في معاك الكمامه زي ما قال دكتور محمود، لو مش عشان الكورونا، عشان انت في مكان مغلق الخ الخ، فحتى لو انت بره في الشارع في الهو البس الكمامه علشان التراب وعلشان الحساسيه. والله لو في نظاره شمس بس ما تبقاش مضره للعين، يعني ما تبقاش العدسات بتاعتها اللي هي عدسات كوليشن كان تبوظ لك عينيك دي، خد بالك يعني ما تسترخصش في الحكايه دي. فلو في لو متاح يعني البسها برضو علشان خاطر التراب والرمل وما الى ذلك. ما فيش، يبقى ربنا يسترها علينا جميعا.